والأب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. إنجيل هذا الصباح ينضم إلى كل الأناجيل التي سبقت، كلها إنذارات، لأن الرب قارب أن ينتهي من خدمته. أنا أمضي وستطلبونني وتموتون في خطيئتكم، حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا، أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق، أنتم من هذا العالم أما أنا فلست من هذا العالم. في العهد القديم وجدت أحد الأنبياء استطاع أن يلمح هذا الكلام بالحرف، وصفه وصف في غاية الحزن والألم، لو تأملناه نندهش كيف تستطيع عين النبوة تخترق هذه الأزمنة كلها وتصف مشاعر المسيح بالضبط. هو شعر النبي يقول: أفعالهم لا تدعهم يرجعون إلى إلههم، لأن روح الزنا في باطنهم وهم لا يعرفون الرب. قبل كده قرينا يمكن في الإنجيل قبل كده: لو كنتم تعرفونني لكنتم عرفته أبي أيضا، لما سألوا ومن هو أبوك، ومن أنت، وهم لا يعرفون الرب، وقد أذلت عظمة إسرائيل في وجهه. فتتعثر إسرائيل وإفرايم في إثمهما، ويتعثر أيضا معهما يهوذا، يذهبون بغنمهم وبقرهم ليطلبوا الرب فلا يجدونه، قد تنحى عنهم، قد غدروا بالرب. بعد دي اسمع بقى تاني الآية اللي بنقولها: أنا أمضي وستطلبونني، ستطلبوني، هم جابوا عشان يجدوا ملهوش، تنحى ليه؟ غدروا بي. ليه؟ كان في باطنهم روح الزنا. أنا أمضي وستطلبوني وتموتون في خطيئتكم، حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. رد على قلوب ده لازم رح يموت نفسه. لما قالوا كده قال الكلمتين الصعبين جدا اللي طلاسم بالنسبة للشرح: أنتم من أسفل أما أنا من فوق. دورت على كلمة أسفل في القاموس الكبير أو اليوناني، وجدها: أنتم من العالم السفلي وإلى أسفل، لأن كلمة أسفل زي ما هنقرا الوقت ونفهمها تتبعها حركة، أسفل وإلى أسفل، أما أنا فمن فوق. مقول يقتل نفسه، معروف عند اليهود أن اللي يقتل نفسه يحرم من الجنة أو من الخلاص. فردا على كده قالهم: لا، ده انتوا اللي من تحت، ومن تحت قوي، لان حسب فكرهم ان بيئة النفس واللي بينتحر بيروح جهنم، وجهنم دي تحت الارض قوي. فكلمة انتم من اسفل بتشمل اسفل واسفل، انتوا اللي هتنزلوا كده، اما انا فمن فوق، وفوق اكتو انو فوق وإلى فوق، لأن يتبعها حركة وامتداد، لأن الآية صعبة. أنتم من هذا العالم أما أنا لست من هذا العالم أصلا. أي نعمة عرضها المسيح على هؤلاء اليهود؟ فلم يكرموه ولا كرموا نعمته، ولا قبلوه وازدروا بنعمته. أي رحمة، أي مجد، أي خلاص، أي كرامة كان يعرضها المسيح عليهم ويستجدي قبولهم، وكأنه يتمسكن لكي ما يأخذوا منه شيء تفضلا، فرفضوه ورفضوا قوله وعمله. ولكن هوشع النبي في هذا اليوم يكشف عن علة، كما هو بيقول: أمضي أنا ولا تقدرون أنتم أن تأتوا إلي. وكما بيقول هوشع:
انهم يذهبون ليطلبوا الرب فلا يجدونه. ليه؟ بيقول افعالهم واللي هي فيها ان في الاول، لا افعالهم لم تدعهم يرجعون الى الههم، ده كلام موسى، افعالهم لم تدعهم يرجعون الى الههم، كان غصب عنهم مش راضين يسمعوا ولا يقبلوا كلامه ثقيل، كلامه غير لذيذ ليهم، كانوا يتمسخروا على كلامه ويتمسخروا بشخصه. ليه؟ كلام فيه تأنيب ليهم زي تمام الايام دي، ولو ان لسه جايين للتطبيق. افعالهم لم تدعهم يرجعون الى الههم لان روح الزنا في باطنهم، بقى مخبين روح الزنا. والزنا في العهد القديم بيشمل حاجتين، الزنا الفعلي والزنا الروحي، ومعناه عبادة غير عبادة الله، يعبدوا المال، يعبدوا الكرام، يعبدوا العظمة، يعبدوا الأرض، كل دي بتعتبر في العهد القديم زنا من خلف الرب. هل يمكن أيها الأحباء أن يكون في بطننا روح زنا ونرجع إلى الرب؟ يبقى صعب، مستحيل. نهرب من الكنيسة، نهرب من الكلام، كلام يبقى ثقيل جدا علينا، ونقول ايه الكلام الولودة، ايه لازمة الكلام ده، وايه لازمة الرأي ده، ما يخلوا كل واحد في حريته، زي ما كنا بنحكي على الشيطان لما كان بيتكلم الرب كده ويقول له يا اخي بلاش تحبزها او تضايقها على الناس، وسع عليهم وانا اساعدك ونبقى واحد. مش ممكن ابدا يبقى في باطننا روح طمع وحب المال وسرقة واختلاس لحقوق الله وحقوق الإنسان وكل حقوق أو أي حقوق، وممكن نرجع للرب؟ مش ممكن يبقى روح كاذب برجلين بس. هل يمكن أن يكون في باطننا روح كبرياء وتعالي وإحقاد وحسد وبغضة وعداوة لأهل، لأخ، لصديق، لعدو، لعدو، وممكن نرجع إلى الرب؟ مستحيل، مش ممكن، لان اصل الرب متواضع بالطبيعه. ندخل له في طبيعته ازاي واحنا ما عندناش الوسيله ندخل بها له؟ لان وسيله التواضع، ولا توجد وسيله للدخول الى الرب الا بالتواضع، مستحيل. هي تواضع ومحبه، طبيعته كده، الاثنين دول يدخلوا له، غير دول مستحيل. فاذا مش بس تخلينا عن التواضع والمحبه وركب في باطننا مثل هذه المخالفات الشنيعة، وممكن نجد الله؟ مستحيل. انتبهوا، الكلام مصوب نحونا. يقول بولس الرسول ان هذه الامور جميعا اصابتهم مثالا لنا، وكتبت لانذارنا نحن الذين انتهت بنا اخر دور. فالقصة قصتنا، والتحذير لينا والانذار موجه لينا، لان في الحقيقة المسيح مش بيكتب كلام، مش بيقول كلام ينكتب عشان اليهود، ده هو بيقول لهم كلام صعب قوي، فمش ممكن بيقول الكلام ده ليهم، لانه عارف انه مش هيجوا وعارف انه هسلوهم، ولكن بيكشف ما في الانسان، لانه يعرف ما في الانسان، عشان عارف ان في كنيسة جاية، وعارف ان في شعب اخر جاي زي الشعب اليهودي تمام، هيعتبرهم من اخصائه ومختارين وكل حاجة. بس هل كل الاسرائيليين قبلوا الرب؟ فالكلام موجه لينا كشعب زي شعب اسرائيل تمام، هل هنسمع ولا هنديله القفا دون الوجه ونستثقل كلامه، مع انه كلامه روح وحياة؟ فالواقع كل الانذارات دي كلها دي اللي خلصنا، زي ما قول بولس الرسول، فمهما حملنا على ايدينا من ذبائح وعطايا ذهب وفضه ودولارات، ومهما قدمنا من طقوس وصلوات وتسابيح باجمل الاصوات نداءات يا رب يا رب وكرياليسون كرياليسون كرياليسون، والقلب مش موجود ولا طالب رحمة ولا حاجة، ده بق بيتكلم وبس،
هل ممكن ان هذه تدخلنا الى الله؟ هل هذه العطايا التي ندعي ان نحن بنقدمها، شوفوا الغنم وشوفوا البقر، ده اسمن غنم واحسن بقر عنديهم كانوا يطلعوا عشان ينذبح، وراحوا يقدموه، منظر حزين جدا ومفزع للنفس، سايقين الغنم والبقر رايحين على بيت الرب، ايه رايحين فين؟ هنقدم ذبائح للرب بافتخار، شايف الخروف ده يسوى كذا، شايف البقرة دي تساوي كذا، شايف انا مقدم للرب 100,000 دولار، انا مقدم للرب اواني ذهبية وفضية ما تساويش اقل من 500,000 جنيه. يا عمي هم لما قدموا الغنم والبقر راحوا يقدموها ملقوهوش، لم يجدوا الرب، ووقفوا مسعوقين يندهوا، مفيش، لا اله، مفيش، لانهم في يعني بيتوا على الاثم وفي باطنهم زنا، وبالاكثر غدروا به، هاجدوه؟ لا مش هاجدوه ابدا. كل اللي بنقدمه لله ده ملوش اي قيمه، الغنم والبقر اللي بيقدموها ولا مؤاخذه ما تسويش عند الله، الزبل اللي واقف عليه الغنم والبقر ما يسويش، الذهب والفضه والصلوات والعبادات والطقوس والاشياء الكثيره دي، التهويشات دي كلها ما بتدخلش ودن الرب. عاوز تسمع الله يقول ايه على كده؟ من قال لكم ان تدوسوا دوري؟ عاوز تسمعها في العهد الجديد؟ اذهبوا عني، لا يا رب يا رب، انت بشرت في مدينتنا، نحن بشرنا باسمك، تكلمنا واخبرنا وسبحنا ومجدنا، اذهبوا عني انا لا اعرفكم، معك كلمه وحشه ومش ضروري. الدخول الى الرب لابد ان يكون واضح جدا جدا، وهيوضحه الوقت وهنشوف. كان المسيح كل يوم مع اليهود وجها لوجه، وعلى ذات الارض وفي ذات المكان، في بيوته كان بيتكلم، في بيوته ما كانش عامل له يعني منصة لازم يتعبوا ويروحوا له، كان بيروح لهم في بيوته في شوارعه في الهيكل وجه لوجه بق الودن، كان بيتكلم هو اللي انت تتمنى تشوفه، كان واقف قدامهم بكامل لاهوته، بس عشان عمية كلمات الحلوة اللي بنجري وراها دي ونعيط ونقول له يا رب نفسي اسمع صوتك، كان بيسمع صوته وكان بيدخل ودانهم وكان بيرنوا جوه ويرموه ويدوله ده ومشي. كان يتكلم من الصباح الى المساء ويروحوا ولا كلمة. اكمل تعاليمه بالزمان المحدد، وهم أكملوا رفضهم تماما كما حزموا وعزموا عليه، والنتيجة ارتفع على السماء، راحت عليهم الفرصة إلى الأبد. ستطلبوني وتموتون في خطيتكم، أصلهم لو كانوا قبلوه ولو كانوا كلموه ولو كانوا قبلوه كانت راحت الخطية، ده كان مجرد لمسة يد كده يقول له ما إذا مغفورة لك خطاياك، ده احنا النهارده عشان نطلب مغفرة الخطايا بالدموع والمتنيات والصوم، هو كان بس يقول اذهب مغفورة لك خطاياك، صعبت عليهم كترت عليهم ما ادنوش ودان، اعطوه القفا دون الوجه. حذرهم المسيح قال لهم انتم من اسفل اما انا فمن فوق، زي ما قلت لكم اسفل والى اسفل وفوق الى فوق، دي مهمه جدا مهمه جدا في اللاهوت الوقت انا فما كسر. لما نزل المسيح الينا فضلت الطبيعه فوق والى فوق، ده نزل عشاننا، ابدا ابدا طبيعته ما نزلتش. ابن الانسان الذي هو على الارض الذي هو في السماء، ده نزل عشان بس
طبيعته قدر يخضعها بالتواضع بتاعه وبالإخلاق، نزلها بالعافية وهي مش ممكن تنزل، نزلها بإرادته الفائقة. عشان ايه؟ عشان احنا، اصل احنا من اسفل والى اسفل لا يمكن نرتفع. مع معتمة الجسد معتم، والنفس اصبحت معتمة ايضا، والخطية فصلت ما بين النور والظلمة، مش قادرين نطلع ومش قادرين نشوف، فنزل عشان يشيلنا يحملنا، وبطبيعته طلعنا لفوق. فانتم من اسفل افهموا، اما انا فمن فوق، فدي فرصتكم. لو طلعت من غيركم مفيش فايده، تطلبونني ولا تجدونني وتموتون في خطيتكم. هنا عاملها جامع في الترجمه العربيه، هنا في السنكسار في الـ في الـ في الكتب الكنسيه. هي لا، خطيه واحده، تموتون في خطيتكم اللي هي خطيه الرفض، مش خطايا، تموتون في خطيتكم اللي هي خطيه الرفض، ومتكي على خطية الرفض. في ضموا الكلمة أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق، الكلمة اللي قالها قال إيه؟ وأنا إن ارتفعت أجذب إلي الجميع. كلمة الجميع دي مهمة جدا، وأجذب إلي الجميع. كلمة أجذب دي ما كنتش قادر أفهمها كويس، يجذبنا إزاي؟ طبيعته اصلها من فوق والى فوق. دي لو تصورت بحسب يعني معرفتنا البطالة الغلبانة دي، زي مغناطيس سماوي، طبيعته مغناطيس سماوي. فانا اجذبكم لان طبيعتي طلع لفوق وتفضل طلع لفوق والى ما لا نهاية. فانا ان ارتفعت، ان دبحتوني، هطلع، ولكن ساجمع، ساجذب الي الجميع. هنا بين قوي انا من فوق، هنا الطبيعه بين القوه بتاعتها، انا من فوق والى فوق. هنا كلمه الحركه دي كانت جايه في القاموس اليوناني كلها، ولكن لقيتها في القاموس كبير قوي، انها تشمل معنى الى فوق المتحرك الممتد. فهنا بانت قوي اني اجذب الي الجميع، لان احنا تقال جسد تقيل جدا، والنفس ولا الروح بقت تقيلة قوي معاه بسبب الخطية. أنا مش بتكلم كلام كده وبس، افهموا معايا، الخطية أرضية، شهوة أرضية، شهوة أجساد، شهوة زنا، شهوة مال، شهوة ذهب، كله أرض أرض أرض. طيب ما دي الأرض، الشهوة جذبت النفس وجذبت الجسد، لأن الجسد بيطيع النفس زي ما قلنا، فبقى تقل أرضي شديد جدا، يستحيل انه يرتفع الى السماء. بس هيرتفع للدينونة، يرتفع محاط بالامر الالهي انه هيدخل الدينونة، ولكن الارتفاع الالهي مع المسيح الى فوق الى حتى الاب، ده مدخر للذين احبوا المسيح وعاشوا معه وصدقوه، وزي ما بنقول في اللاهوت اتحدوا به. ياس، هنا الاتحاد يبان قوي اهميته. ما كناش هنتحد بيش طلعنا ازاي؟ ما كناش عايشين معه في شركه حقيقيه، مش فكريه لاهوتيه عقائديه، لا، شركه حقيقيه واتحاد حقيقي، مش ممكن نرتفع، طبيعتنا توقعنا تاني. ولكن لان هو طبيعته سماويه ولها القدره للرفع وقدره رفع طبيعه المسيح مطلقه، اما ثقلنا فمش مطلق، محدود، حتى اذا كانت البشريه كلها، ليه؟ خليقه محدوده، وخطايانا مهما كترت محدوده. اما طبيعه المسيح الالهيه مطلقه، فتجمعنا كلنا بسهوله ولا نستوعبهاش. يرتفع بينا كل البشريه، ويبقى اكتر كتير قوي قوي قوي. عشان كده هنا الاتحاد في غاية الأهمية، لأن بيه بكل هدوء وبكل سلام وبكل راحة نطلع ونتينا طالعين معاه من غير أي جهد، لأن اللي هيطلعنا هو مش احنا. بس المهم نوصل ليه الوقت قبل ما يفوت الوقت.
بيقول لهم ايه تكميل اللي فات يعني، بيقول لهم انا ان ارتفعت اكذب الى الجميع، انا ذاهب لعد لكم مكان. تعبيرات طفلية يعني عشان يفهم، وياريت بنفهم. انا طالع عشان اعد لكم مكان، عندي فوق اماكن جميلة جدا، مانشونز، قصور، تعبير بتاعها. وبعدين انا لما اعد لكم مكان هاجي واخدكم، هاجي واخدكم، لان مش ممكن تطلعوا لي ابدا، حيث اكون انا لا يمكن انتوا تقدروا ان تتبعوني. قالوا ازاي بطرس انا اتبعك؟ لا لا لا، هتتبعني اخيرا، لكن لا لا، طول ما انت في خطيتك دي مش ممكن هتطلع. ف سأعد مكان وآتي آخذكم، كمان كمالتها جميلة أوي، حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. يا سلام يا سلام يا سلام، ده أماكن عليا جدا مش ممكن نتصورها، مش ممكن روح عادية توصل لها أبدا. الأماكن نورانية فوق اللي لها الخفة والارتفاع المهول، ده هيبقى لينا إحنا بعد ما تتخفف أثقالنا ويعلمنا ازاي نخف ونخف ونخف ونطلع معاه، ونفضل نطلع زي ما قلت لكم فوق وإلى فوق، مفيش حتة معينة أبدا، من فوق وإلى فوق وإلى فوق وإلى أبد الأبدين. وبعدين في حتة تانية سترون مجدي، أو هو بيترجى الآب عشان يروا مجدي كمان كمان. ادي النصيب بس بيتكتب هنا، بيتصنع هنا، وان ما لحقناش وان متنا قبل ما نعمل هذا الاتحاد وهذه الصلات، زي ما بيقول لليهود ستطلبوني وتموتون في خطيتكم. المسيح الان معنا على الأرض كما كان مع اليهود تمام، بكل لاهوته، بكمال إمكانياته، بحبه الفائق، برحمته المتسعة، بذوقه، بلطفه، بحنانه، بترجيه، بتوسله لنا كل يوم في إنجيله، بالكلمة، بالقراية، بالوعظ، بالسيرة، بكله ترجي. الله بيترجاني، ده زمان زمان للاتصال بيا، شيلكوا على كتافي بس تعالى. يعني ما شفتوش الصورة ازاي انا بشيل الخروف الصغطط اللي بيصوره لكم الجماعة المصوراتية؟ ما انت الخروف الصغطط، اشيلك بس تعالى، هيا تعالى لي عشان اشيلك، لان لوحدك مش ممكن، لان الخطايا اللي صنعت في الحقيقة لشهوات ورغبات شديدة. افهموا كويس الكلام الاول، كل رغبة وكل شهوة مصدرها الجسد، هتكون نتيجتها ان الروح بترتبط بالجسد. كل شهوة، كل رغبة، دي رباطات بتربط الروح بالجسد، فتقل الروح وتقل الجسد. ان ما استطعناش الان ان نتخلص من الرغبات كلها والشهوات كلها، هيفضل التقل زي ما هو. وازاي نتخلص من الرغبات والشهوات؟ بالاتصال به عن قرب. اول ما تقرب له، السرة اللي من على ظهرك هتوقع كلها، بالهموم، بالألام، بالخطايا، بالكل. فإن لم نتخلص من الرغبات والشهوات اللي عملت زيجة غير شرعية ما بين الجسد والروح، زيجة شرعية لازم تنفك. إن ما تفكتش ما فيش فايدة، هنفضل بتقولنا من طلعنا انطلعنا، وهنطلع هنفضل مشدودين بالرغبات والشهوات ومشدودين إلى أسفل ما أننا نكون فوق. فانتبهوا لما يقول أنا من فوق وانتم من تحت، دي بينبه ذهننا لابد أن تتغيروا، لابد أن تتجددوا، لابد أن تعرفوني جيدا وتاخدوني. لو خدتوني هشيلكوا وارفعكم معايا. ولربنا المجد دائما أبديا، أمين.